الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مستشفى دار الطب. اهلا بيكم، عندي قضيه علميه مهمه قوي لازم نتنبه لها. كلمه ان انا ادي منشطات للست عشان اعمل لها تنشيط للمبيض وبالتالي يبقى عندها فرصه الحمل موجوده، عليها الكثير والكثير جدا من الاسئله، وايضا عليها كثير والكثير من علامات الاستفسار مش الاستفهام، لأنه هو علميا كبروتوكول علاجي مؤكد في كل الكتب الطبية أنه الست قد تحتاج إلى تنشيط للمبيض أو تحتاج إلى تنشيط للمبيض في حالات الحقن المجاري أو الاستعداد للإخصاب المساعد. ولكن ما حقيقة أنه التنشيط قد يكون مبالغ فيه أحيانا وبالتالي يؤدي إلى كارثة أو مشكلة بيولوجية في الست اللي بيسموها فرط التنشيط؟ ما حقيقة أنه يكتب أنه التنشيط ربما يؤدي إلى حالة عكسية ويؤدي إلى إرهاق المبيض واستنفاذ لقدراته بعد فترة؟ هل هذه حقيقة أم تخريف؟ المنشطات عالم عليه الكثير جدا من الاستفسارات، ومنها هل المنشطات هي شيء ثابت ستيبل، ورقة مطبوعة على مكنة الطباعة ترص هذه الورقات فوق بعضها البعض مثل المنيو، وعندما تقدم مجموعة من الستات يردن علاج تأخر الإنجاب فكل ست تأخذ ورقتها مثلها مثل صديقتها أو زميلتها في نفس المشكلة، أم أنها أمر تفصيلي لكل ست طريقتها في التنشيط؟ هذا حوار شديد الأهمية وسيطرح أو ستطرح فيه الكثير من الأسئلة من واقع العلاج لتأخر الإنجاب الموجود في مصر. ضيفي العزيز وفي العالم، ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والرائد القدير للعالم الإخصاب المساعد الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري وأستاذ تأخر الإنجاب وأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، والمؤسس ورئيس المجلس الإدارة لمستشفيات دار الطب العريقة لتأخر الإنجاب والحقن المجهري. أهلا بك يا دكتور. أهلا. قضية مهمة جدا التنشيط، أنا هسيب لك الساحة، لكن أنا قلت كل ما يجور في خاطري وفي خاطر سواء فروع الطب المتصلة بيكم زي طب الحالات الحرجة والبطنة اللي بتتصل في فرط التنشيط في حالات الإخصاب المساعد وفرط التنشيط، وأيضا الناس اللي بتلجأ إلى الإخصاب المساعد. الحاجة أم الاختراع. يعني إيه الحاجة أم الاختراع؟ وإيه دورها عندنا إحنا في تنشيط المبيض أو الوسائل المساعدة للإنجاب بصفة عامة؟ إحنا لازم نبقى زي ما بيقولوا عارفين قدر نفسنا في الجزء المادي اللي بيخص مثل هذه التقنيات أو الوسائل المساعدة للإنجاب بصفة عامة. لأنك أنت لو بصيت على تكلفة الوسائل المساعدة للإنجاب في أوروبا أو لو بصيت عليها في أمريكا، فهتقول أكيد اللي بيتعمل في بلاد زي مصر ده مضروب، ده مش طب. تكلفة كبيرة أوي هناك، مفيش مقارنة في حتتين في حتة. فطبعاً هو حقيقة يا مصر، دايماً أنا أقولها يعني، مصر هي أقوى دولة عربية في الوسائل المساعدة للإنجاب. مصر هي أول مكان اتعمل فيه حقن مجهري في العالم العربي. مصر هي أول دولة في أفريقيا يتعمل فيها حقن مجهري. مصر فيها مركزين أو ثلاثة
من أكثر المراكز اللي بتعمل حالات تحت سقف واحد في العالم. مصر فيها أقدم أو من أقدم الناس اللي اشتغلوا شغلانة الحقن المجهري في العالم العربي. مصر فيها أكبر عدد دورات علاج في العالم العربي، ومصر فيها أكبر عدد وحدات أطفال أنابيب في العالم العربي. نحن نفخر بذلك. دايما لما بيبقى فيه زي ما قلت لك حاجة، أنت بتبدأ تدور على البدائل. إيه الحاجة وإيه البدائل؟ أدوية التنشيط هي واحدة من الحاجات أو واحدة من المركبات بتاعت فكرة الوصول إلى زراعة أجنة. الست لما بتدخل عند الطبيب بيحط لها خطة علاج بعد لما يقيم الحالة. تقييم الحالة دون في تحاليل تخص تأخر الإنجاب، في تحاليل تخص احتمال كفاءة المبيض، احتمال كفاءة الحيوانات المنوية، احتمال حاجات في الجهاز المناعي، التحاليل اللي بتتعمل ما قبل أي إجراء جراحي بصفة عامة، ده تحاليل. في إجراءات بتتعمل لرفع درجة قبول الجسم للجنين، في إجراءات بتتعمل لتحسين جودة البويضة أو الحيوان المنوي، في أدوية بتنشط المبيض. مع في يوم من الأيام طلعوا حاجة اسمها مينيمال إندكشن، من اسمه مينيمال يعني قليل، إندكشن يعني تنشيط. طبعا التنشيط القليل هو ده مقرون في كل حتة بالدنيا في الدنيا بنسبة حملة أقل. مش معقول أنت تكون بتشرب كوباية قهوة والقهوة دي جاي البن بتاعها من المكان الفلاني ومطحون بطريقة فلانية وهيبقى زي البن اللي لونه أخضر اللي قاطفينه من أي شجرة في أي حتة، مش راكبة. الأدوية بتاعة تنشيط المبيض هي جرعة وخطة علاج ومزج ممنوع مجموعة من الأدوية مع بعض والفكرة وطريقة المتابعة، وإمتى أفرمل وإمتى أزود في جرعة الدواء وإمتى أقلل في جرعة الدواء، وبالتالي هي آرت فن، هي فن. وتنشيط المبيض لو هناخده زي ما حضرتك قلت هي شوية ورق، إحنا بنطلع الورق، اسمك يا مدام علي، ودي ورقتها خدها علي، سنك 30 سنة خدي ده البروتوكول بتاعي، إحنا ما فلحناش. هيبقى زي بالظبط اللي حفظ ومش فاهم. وكثير من الستات اللي بينشطوا المبيض هما مع اللي حافظ مش فاهم، بس مش مشكلة على فكرة. في كثير من المجتمعات الأوروبية هم حافظين، حافظين كويس جدا وبيؤدوا أداء محترف جدا، بس هم مش فاهمين، مش يعني مش محتاجين ان هم يفهموا ده البروتوكول وديا يعني اللي زي ما بيقولوا الافيدنس بتاع الطب بيقول لنا نعمل كده، فيلا نعمل كده لانه بالقانون هنعمل كده. ولو هنبدا ندخل في افكار بتاعتنا ينمضي العيان ونقعد بقى نجادله ايام وساعات، يا هياخدونا يا حققوا معانا، انما احنا هنا ما عندناش الكلام ده. فانت لازم تجتهد على قد خبرتك ورؤيتك للملفات وما ترى انت مناسب للحاله. تنشيط المبيض هما كذا ثلاث بروتوكولات، واحد منهم اسمه البروتوكول الطويل، واحد منهم اسمه البروتوكول القصير، واحد منهم اسمه ساتروتايد بروتوكول. وزي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدا الحلقه عن كيف يدار الفكر بتاع الطبيب عن طريق شركات الأدوية، فالبروتوكولز الأكثر شيوعا في العالم هي ليست البروتوكولز الأكثر ارتفاع في نسب الحمل. سنيش ليه؟ لأنه حتى هذه اللحظة لم يخرج إلى أو ما خرجش للنور واحد من الأبحاث الطبية اللي بتقول ان البروتوكول الطويل نسبة الحمل اسوأ او اعلى من البروتوكول القصير وهكذا. البحث الوحيد اللي لم يختلف عليه
أي من الفقهاء إن البروتوكول الطويل، وحنقول ده عبارة عن إيه، هو أعلى نسبة حمل لأي من البروتوكولز اللي استخدمت، وليس لأنه البروتوكول القصير أو اللي اسمه ساتروتايد هو اتعمل للستات اللي سنهم مرتفع وبيطلعوا عدد بيض قليل، بل بالعكس هما بعد لما بدوا يطبقوا البروتوكولين دول ويعمموهم في الستات اللي عندهم تكيسات على المبيض أو 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 لقوا إن نسبة الحمل من البروتوكول الطويل لا زالت أعلى. هتقول لي أنت الكلام ده بتقوله بناء على أبحاث أنت قرأتها في مجلة ميكي سنة 80، لا 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 خالص. لما تقرأ الأبحاث المجردة من أي نوع من أنواع الضغط من الشركات العالمية بتاعت الأدوية هتلاقي البروتوكول الطويل هو أعلى نسبة حمل. هتلاقي الأدوية العادية اللي مش متخلاها بالهندسة الوراثية هي أعلى نسبة حمل. يعني إيه البروتوكول الطويل؟ هناك غدة في المخ اسمها الغدة النخامية، الغدة النخامية تعطي إشارة للمبيض مع بداية الدورة كل شهر. إن حكمت أنت هذه الإشارة ما قبل نزول الدورة بعدد معين من الأيام وقبضت وكملت في قبضتك للغدة النخامية وفي إشارتها للمبيض فأنت فلحت في أنك أنت تضبط فسيولوجية الجسم لكي تكون مقربة جدا من الفسيولوجي الطبيعي اللي بتخرج فيه بويضة واحدة في الشهر دون ارتفاع لبعض الهرمونات قد تؤثر على التصاق الأجنة. وعلى كده البروتوكول الطويل هو أكثر البروتوكولات تميز في هذا في أداء هذه المهمة، اللي هو أنه يعلى هرمون الإستروجين ولا يرتفع هرمون البروجستيرون إلا لما نبقى عايزينه يرتفع، وبالتالي فسيولوجية الجسم زيه زي مع حدوث الحمل الطبيعي، وبالتالي هتلاقي نسبة الحمل عالية جدا من هذا البروتوكول. ده اللي انتم شايفينه دي الغدة النخامية، اللي انتم شايفوها في الصور دي الغدة النخامية والمبيض أو في الست، ده الفيديو المناسب للموضوع. طبعا البروتوكول الطويل لم يكن على أن يظل على هوى المؤدين وعلى هوى الشركات بتاعت الأدوية اللي هي بتتحكم نسبيا في نسب في دماغ الدكتور. خد بالك أنه الشغلانة بتاعت تأخر الإنجاب ده يعني لحد من 10 سنين اللي كان يجرؤ أنه يكتب روشتة بتاعت تنشيط لم يكن الطبيب بتاع أمراض النساء العادي، واللي بيكتب الروشتات دي بتاعة التنشيط هي الدكاترة المختصين بالوسائل المساعدة للإنجاب، ولأنه أي حاجة في الطب وأي حاجة في الدنيا بعد شوية بتهيس، فأصبح هناك الكثير من المؤديين لتحفيز المبي. أنا راجل بشتغل معاك وإنت مش عايز تديني سر الصنعة او العكس، انا هروح فين او انت هتروح فين؟ لزمايلنا يعلمونا، او لو احنا ميكانيكية هنروح للشركة بتاعت البوجيهات ولا الشركة بتاعت فلتر البنزين ولا الشركة بتاعت فلتر الهواء، نقول لهم الله يا جماعة عرفونا بنركب الفلتر ده ازاي، فنروح على التوكيل يعملونا دورة تدريبية. مين اللي هيعمل لك دورة تدريبية؟ شركة الادوية. هتقول لك شمال تروح شمال، هتقول لك وحركة على مدارجين، هتقول لك يمين روح يمين. فبقى بيقود فكر مجموعة كبيرة من الأطباء ما يرى الشركة المصنعة للأدوية اللي بنستعملها في الوسائل المساعدة للإنجاب هي اللي تقول لنا روحوا شمال وروحوا يمين ببروتوكول العلاج. هتقول لي الكلام ده في مصر يعني أنت بتنتقد الطبيب المصري؟ لا يا حبيبي، ده في كل حتة في العالم. على فكرة هتلاقي في العالم أقصى أكثر قسوة في العالم. يعني أنت النهاردة لأنه الفاندينج أو كم المدفوع من بوليشينج صنفرة لأذهان الأطباء رهيبة جدا من الشركات العالمية. ف
بدا يبقى في ضغط على انه في بروتوكول اسمه سترو تايب بروتوكول، هو ده اللي يبقى اكثر شيوع. سترو تايب بروتوكول ده بروتوكول عظيم جدا، ولكن هذا الدواء حاليا اصبح باهظ في التكلفة، وهذا البروتوكول لا يعمم على الكل، لانه عشان تمشيه صح وتعمله صح يبقى تقلد الناس صح، وعشان تقلد الناس صح بص في جيب المريض المصري اللي عنده تأخر إنجاب قد إيه فلوس، وبص في جيب المريض اللي عنده تأخر إنجاب في أمريكا أو في إنجلترا عنده فلوس قد إيه، وبالتالي تبدأ تقيم هل اللي قالهولي الدكتور جون ولا جاك بتوع شركة الأدوية العلانية ولا مش عارف إيه، هل بقى اللي هما بيقولوه ده ينفع أنا أطبقه في مصر أو ولا لا؟ ما هو سترو تايب بروتوكول؟ تاني هنرجع ليه ان الغدة النخامية انا بحكم قبضتي عليها، ومع نزول ما قبل نزول الدورة ومع بدء تنشيط المبيض ده بحكم قبضتي اكتر عليها، وبالتالي انا بحاول ان اهيئ الجسم الى افراز عدد من البويضات دون المساس بفسيولوجية التصاق الجنين على بطانة الرحم. الساتروتايد دواء انا ما بديش فيه الحقن اللي بتوقف اي اشاره من الغده النخاميه للمبيض، وبكتفي بان انا امسك المبيض واقعد اضربه بالكرباج، اقعد اضربه بالكرباج، واول ما يبدا ان هو يبقى زي ما بيقولوا عامل زي الحصان اللي هيجري اقوم ماسك اللجام وملجمه. عند النقطة دي بأدوية ده كله بيتم طبعا بأدوية. عند النقطة دي خلاص أنا حكمت قبضتي على المبيض، ولكن في الأيام الأخيرة جدا من التنشيط هم يدعوا إن دون بيدي نسبة حمل أعلى، هم يدعوا بأن دون بيعلي أو بيزود من عدد البويضات التي ستفرز من المبيض. أنا مش بدعي، أنا متأكد انه البروتوكول الطويل سوف يظل في الطب هو البروتوكول الاكثر تميز في رفع نسب حدوث الحمل، نظرا لانه اكثر البروتوكولات تحكما في فسيولوجية الجسم وعدم المساس بالريليشن اللي هي العلاقة بين هرمون الاستروجين والبروجستيرون. يعني دايما يعني زي ما الامام الشافعي قال لو انت عايش في بيت له مخرج واحد بس ومدخل واحد، لو حصل حريق في هذا البيت انت هتحكم عليك ان انت هتتحرق في الحريق، فالافضل انت تعيش في بيت له اكتر من مخرج واكتر من منفذ، ده في رحمه الاختلاف والكونسلنج والمخارج المختلفه للشيء الواحد يعتبر رحمه كبيره جدا. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللمسوس الدكتور احمد عوض الله استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفيات دار الطب لتاخر الانجاب والحقن المجهري، رائد القدير، نورت وشرفت وابدعت كعادتك. خليكم معنا في الحلقه.